كل الكتل السياسية السنية من تقدم للسيادة لعزم إلى بقية الكتل، أعتقد كلها صوتت يعني بمجموعها صوتت إلى السيد محمود المشيداني. نعم بالمقابل هناك كانت أصوات إلى السيد سالم العيساوي، لكن كان هناك اتفاق على هذه الشخصية، وهذا ما رأيناه يوم أمس بعد انتهاء الجلسة وزيارات الدكتور محمود المشيداني. كان تقارب للسيد سالم العيساوي بالجولة الأولى، إذن منو الانتخاب؟ نعم لكن شوف حتى في الجولة اللي سبقتها اللي تنافس بيها السيد المشيداني والعيساوي، كان هناك قرار لدى بعض السادة النواب أنه في الجولة الثانية للانتخاب سيميلون إلى الشخص الذي يتحصل على أرقام أكبر. جيد، هذا الأمر حصل والحمد لله أنه الكل متوافق على هذه الشخصية. أستاذ علي، التقارب اللي حصل بالجولة الأولى إذا كان البيت السني كله داعم لسيد محمود المشهداني، إذن من أجت هاي الأصوات لسيد سالم عيساوي؟ لا أكيد مو كل البيت السني، أنا متأكد أنه أكو أصوات من عزم وسيادة راحت إلى سيد سالم العيساوي. زين، وحتى من تقدم هاي شنو؟ أيوة. ما حكيت لا تقدم هم داعمين وحتى من تقدم تقدم هم متبنين الرجل. لا لا محمد، انا قلت لك ماكو اتفاق مطلق بنسبه 100% داخل الكتل. هاي دائما يسوي ابناء البرنامج. لا 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 مو انت اخويا، مو انت اخويا، مو عليك. لا يعني توزعت بين الكتل. انا بقول لك ال 55 كلهم صوتوا، الاوراق الباطله كلها من تقدم. ال 39 هسه ال 55 صوتوا ولا الباطله التقدم؟ 39 من تقدم. خليه يثبت. هاي شوف، هاي سوالف مو قلت لك تعلقون بقشايه كلبوا بالارنب بس كلبوا والله. لا والله، لا شلون يوصف رئيس مجلس النواب بهاي الطريقه.